مساء الخير ضيف علامة استفهام لهذا المساء الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب هنا في بريطانيا. نحاول معه أن نفهم هذا الدور العربي. أنا طبعا خاطرت أسميته الدور المفقود إذا ما قورن بدور جاليات أخرى، نتحدث عن الجالية الأرمنية أو اليهودية أو كل ذلك. سنحاول مع الأستاذ صباح المختار أن نفهم هذه الجالية طبعا خصوصا في بريطانيا، لكن أيضا دور العرب الكبير. أهلا بك أستاذ صباح. طبعا السؤال الكبير دائما يتردد وأصبح يعني سؤال ممل نوعا ما، أنه أين هذا اللوبي العربي في أمريكا واللوبي العربي في، وأن العرب يملكون ثروات ونفط وإلى آخره. لكن هل من خلال خبرتك أولا كقانوني وثانيا كأيضا مواطن عراقي في الغرب، لاحظت أن هناك ما يفسر ويبرر هذا الضمور في الموقف أو في الدور العربي في الخارج؟ يعني إذا بدأنا بالنظر إلى العرب من ناحية الدور السياسي، فالعرب جاءوا إلى بريطانيا وهم يحملون الخوف من العمل السياسي. في العالم العربي ليس هناك عمل سياسي، هناك استعمال للقوة والعنف، حتى على مستوى السياسيين أنفسهم يستعملون عنف ضد بعض، يضربوا بعض إلى آخره، والسلطة تقوم بالاعتقالات والسجون، وبالتالي أصبح فكرة العمل السياسي هو عبارة عن عمل يرتبط بالعنف. ما بالضرورة أنه أنت تريد تقوم بأعمال إرهابية، لكن مجرد يكون عندك رأي تنتقد الحكومة أو تنتقد إداء وزير أو شخص آخر. فالعمل السياسي بالنسبة للمفهوم العربي في العالم العربي يختلف عن مفهوم العمل السياسي هنا. العربي حينما ينظر إلى البريطانيين أو الأوروبيين بصورة عامة، حينما يجد حزبين متعارضين، أحدهما الحزب الحاكم والآخر المعارضة، أن هناك علاقات شخصية وحميمة بين الأشخاص أنفسهم بالرغم من اختلاف السياسة، هناك صعوبة في فهم هذا. لكن إذا نظرنا إلى أصلا الجالية العربية، أعتقد واحد يقدر ممكن أن ينظر يعني بنظرة سريعة أنه العرب، أول العرب الذين قدموا بمجموعات كبيرة إلى بريطانيا كانت في القرن 19 اللي هم بصورة عامة اليمنيين والعدنيين اللي جوا كبحارة. 48 وفلسطين أنتجت أرسلت مجموعة أخرى، ثم حصلت الثورات العربية والحروب وإلى آخره، والمجموعة الأخيرة هي الوضع الحالي اللي موجود في الدول العربية. هذه المجموعات جاءت مهاجرة من هذه الدول، ولكنها لم تأتي بمشروع معين. يعني هذا يختلف مثلا عن اللبنانيين الذين هاجروا مثلا إلى أمريكا اللاتينية أو أمريكا في القرن الماضي. هؤلاء ذهبوا بمشروع وبخطة، بالنسبة إلى المجموعة هذه كلها هاجرت نتيجة لعدم قدرتها على البقاء، وبالتالي حينما جاءت إلى هنا وجدت مشاكل كثيرة. المجتمع البريطاني والغربي يختلف عن المجتمع العربي، حتى بالنسبة إلى المسيحيين العرب الذين يعني أنا أعرف أصحابي الذين ينتمون إلى الكنيسة الأنجيلية جاءوا إلى بريطانيا لا يزال علاقاته أمتن بالمسلمين من علاقته بالكنيسة الأنجيلية، لأنه موضوع الأكل والتراث والمغاني اللي نسمعها والكتب اللي نقرأها والمجلات والعمل السياسي اللي اهتمامنا بشأنه. لذلك العرب لم يأتوا بهذه الفكرة. أريد قبل هناك تذكر يعني في تعبير اسمه العرب، أنا ذكرت الجالية اليهودية أو الجالية الأرمنية، وقد أتحدث عن الجالية الهندية، لكن هل علميا باستطاعتنا أن نتحدث عن جالية عربي أم جاليات عربية؟ ليس الأمر يفسر أيضا الضعف أننا جاليات، أننا جالية لبنانية، هذا إذا كان هناك جالية أو جالية عراقية أو مصرية أو إلى آخره؟ لا، أنا أعتقد أن الجالية العربية، يعني أنت حتى إذا أخذت الجالية الهندية تجد الفقراء والأغنياء والذين جاءوا من الشمال والذين جاءوا من الجنوب، ذوي السحنة الغامقة، ذوي السحنة البيضاء. إذا أخذت الأرمن، عندك الأرمن الطاشناق والأرمن الثانيين اللي جاءوا من أرمينيا واللي جاءوا من الدول الأخرى. نعم، أنت يجب في نهاية الأمر أن تجد قاسم مشترك. بالنسبة إلى العرب، نعم هناك خلافات بين الأفكار السياسية، ولكن المغربي والفلسطيني واللبناني والسعودي كلهم يسمعون أم كلثوم ويقرؤون الكتب ويقرؤون نفس الكتاب ونفس المجلة ونفس الجريدة. قد يختلفون في المفاهيم وفي السلوك، هناك وفي المصالح أيضا، وفي المصالح أكيد عندك ناس الذين جاءوا بدرجات عالية جدا من العلم، أطباء ومهندسين وآخرين يعملون في المكدونالد والكنتاكي يبيع كوفي، وعندك ناس اللي هم أغنياء
كأغنياء أثرياء وعندك ناس الذين فقراء، عندك مثقفين وغير مثقفين. نعم هناك هذه الفروقات، وحتى هناك فروقات سياسية. الآن الجالية العربية في بريطانيا بالذات تشظت بنفس التشظي الموجود في الدول العربية. يعني أنا لأنه بحكم علاقتي مع الجاليات المختلفة، الآن تجد كثير من اللبناني ما يستطيع يكلم اللبناني، والفلسطيني ما يكلم الفلسطيني، والمصري ما يكلم المصري، والسوري ما يكلم السوري، والعراقي ما يكلم العراقي، وبعدين كل واحد من دول ما يكلم الآخرين. نتيجة لفهمنا للسياسة، لأنه نحن نعتقد أنه أنا أعتقد إذا كعربي إذا اختلفت معك في الرأي خلاص يجب أن نذهب كل واحد الحالة بغض النظر عن كل ما يربطنا، لا نعمل على القاسم المشترك الأدنى. جميع العرب الموجودين هنا مستعد أن يعمل مع المجموعات المختلفة، مع السود ومع الإنجليز ومع ناس اللي يشتغلوا على قضية البيئة ولا قضية ما، لكنه غير مستعد للعمل مع ابن بلده إذا اختلف معه سياسيا. وهنا أستعمل كلمة السياسة بأوسع معانيها، يختلفون اجتماعيا، يختلفون دينيا، مذهبيا، طائفيا. هذه حينما يكون هناك فرق لدينا ميل للاهتمام بالفرق أكثر من الاهتمام. هذا ينسحب على كل البلدان الغربية برأيك نفس أعتقد نفس الظاهرة إلى درجة أقل، لأنه نتيجة لطبيعة المجتمعات. يعني مثلا أنت عندك فرنسا أغلب المهاجرين هم من شمال أفريقيا، في ألمانيا أغلب المهاجرين مثلا من تركيا، في بريطانيا المهاجرين العرب جاءوا من كل الدول، وجاءوا خصوصا بهذه الموجات المختلفة. يعني هناك عدد كبير من اليهود العراقيين الذين قدموا إلى بريطانيا في عام 1948 وأصبحوا أغنياء بما فيهم ساتشي وغير ساتشي، وتجارة الأقمشة كلها بيد اليهود العراقيين، ولا يزالون كثيرين منهم حينما تلتقي معه لأنه يتكلم بلهجة عراقية ما تعرف أنت أنه هو يهودي، تكتشف أنه كأنه هو واحد لا يزال من العراقيين. نفس الشيء بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين قدموا. اليمنيين أنا التقيت بشباب من شمال بريطانيا اللي هم يمنيين ما يعرف عربي، عمره ما دخل لا اليمن ولا عدن ولا كذا، لكن عقليته يتصرف كما لو كان سائح يمني جاي ولح يرجع البلد بعد أسبوع. فهذه لكن هذه ظاهرة طبيعية أم خصوصية عربية أيضا؟ أنا عدم الاندماج، عدم التصديق أنك جزء من هوية أخرى. أنا أعتقد أنها هذه ظاهرة عربية بصورة عامة، لأنه بالنسبة إلى الأقليات الأخرى، وطبعا أنت ذكرت الأرمن، لكن هناك أيضا الأقليات السوداء، هناك الأقليات الآسيوية. الآسيويين مثلا خصوصا باكستان والهند أخذوا الإسلام كهوية. يعني كما تعلم أنه في فرنسا لا تتكلم عن موضوع العرب، تتكلم عن المسلمان، فبالنسبة لهم كلهم هذولا أي واحد مش فرنسي لازم يكون هذا مسلم حتى ولو كان مسيحي. في بريطانيا هناك أيضا التصور العام، إذا كنت عربي لازم تكون مسلم، وإذا كنت مسلم يمكن تكون مو عربي. بالنسبة إلى العرب مثلا الآن لا يختلطون بالجالية المسلمة، لأن يقول لك أنا عندي هوية عربية، في حين أنه إذا نظرنا إلى العمل السياسي، وهنا أتي على النقطة الرئيسية، تجد أن الذين يعملون في المجال السياسي هم الذين أخذوا الهوية الأوسع اللي هي هوية الإسلام. لذلك هناك وزراء مسلمين، هناك نواب، هناك أعضاء في مجلس اللوردات، هناك قضاة، بينما على العرب الذين احتفظوا بالهوية العربية لأنه يريد أن أصلا هو أن يختفي، هو ما يريد، هو يعني إذا كان هو وفعلا لاجئ سياسي حتى لو لم يكن لاجئ سياسي بالطبع، بمعنى أنه أنا أريد خلونا ما يريد أحد يعرفه. أنا أذكر أول مؤتمر اللي عقدناه هنا في بريطانيا عام 91، ما له علاقة بالحرب الكويتية ولا شيء، بالاحتلال من الكويت، لكن في وقتها كان المؤتمر الأول للجالية العربية. جتي إحدى أعضاء مجلس اللوردات نسيت اسمها الآن، حينما رأت القاعة مليئة وكنا كانت في سواس يمكن حوالي 300-400 شخص، قالت أنتوا كلكم عرب؟ قالت أنا عمري ما شفت عرب مجتمعين بهذا العدد في نفس المكان، لأنه إحنا نبتعد عن بعضنا. فهذه جزء من عملية أكيد، إذا كان تصويري للوضع بالشكل هذا صحيحا فطبعا لن يكون لنا تأثير. يعني الآن عندك حتى الذين لاحظت أنه قسم من أخواننا الذين يعملون في اللي قرروا يدخلوا في العمل السياسي دخلوا محافظين عرب وعمال عرب والليبرال عرب وإلى آخره، تجدهم حقيقة لا يعملون كعرب، يعملون كأعضاء في حزب المحافظين، أعضاء في حزب العمال، أعضاء في، بينما المجموعات الأخرى
حينما تنظر إلى مثلا مثل ما ذكرت المسلمين أو اليهود أو كذا، تجد أنه لا، حينما يتحدث عن موضوع فلسطين هناك أو عن إسرائيل بالنسبة لهم هناك وجود وضوح في الرؤية وموقف سياسي واضح. طبعا عندنا كم واحد اللي هم معارضين، لكن الغالبية العظمى تأخذ الموقف المؤيد. هاي بالنسبة للجالية اليهودية، بالرغم من أن الجالية اليهودية ليست جالية مهاجرة، يعني طبعا بالأصل كانت قديمة، لكن أنت تتكلم عن أولاد البلد، يعني أولاد البلد أو الجيل السادس والسابع في هذا البلد. مع ذلك يبقى بالنسبة إلى القضية مالته الرئيسية يتحدث فيها، بينما العربي حينما يصبح مهم في العملية السياسية تجد يبتعد عن القضايا، ما يريد يحكي لا على لا فلسطين ولا العراق ولا سوريا ولا الحرب ولا حتى لا يقل، حتى لا يوصم بهذه، حتى لا يقل. طيب استاذ صباح المختار، ايضا اريد ان اسالك حول عندما ذكرت الحزب الليبرال او حزب العمال وطبعا مجموعه المحافظين العرب ومجموعه، هل وكانه هذه الاحزاب البريطانيه لا ترى هي تساير الجاليه العربيه ولا تعترف بها، بمعنى أن نحط لكم مندوب أكثر من ذلك، هل بهذا المعنى هذه الأحزاب لا تعتبر أن الصوت العربي هو صوت مهم، أم أن هذه الأحزاب حتى الآن الأحزاب البريطانية لم تدخل في ثقافتها أن هناك أقلية موجودة هي اعترفت بالأقلية الأسيوية، لكن حتى الآن هذه الخصوصية العربية غير معترف بها؟ صحيح، هذا التوصيف صحيح. بالنسبة إلى أولا الأحزاب السياسية تمثل الرأي العام السياسي في بريطانيا. بالنسبة للبريطانيين حينما يفكرون بالآخرين، خصوصا نحن نتكلم عن العرب او المسلمين او الفلسطينيين او اي تسميه اللي تريد تختارها، بالنسبه له يعتبر انه هذا الانسان طارئ حتى ولو كان هو من الجيل الثالث. الشيء الثاني انه بالنسبه لهم لا يتفهمون قضايانا، لديهم جهل في قضايانا، كما لدى الدول العربيه جهل بالقضايا البريطانيه. يعني بالنسبه الى العرب لا يفهمون، العرب في الدول العربيه لا يفهمون المواقف الغربية وبالتالي لا يستطيعون التعامل معها. فأولا هناك عملية الجهل، ثانيا هناك العملية الجانب الثاني أن هم أصحاب القضية، أصحاب القضية العرب لا يأخذون هذا المبدأ، لا يقفون هذا الموقف، لا يتخذوا هذا الموقف. أنا أذكر أنه في أن منظمة اللي اسمها كابو اللي هي إحدى المؤسسات البريطانية اللي فيها النواب الآخرين، هذه كانت بالأصل هي تتكلم عن التفاهم العربي البريطاني، لكن العمل الوحيد اللي تقوم فيه هو القضية الفلسطينية. فقبل عدة سنوات بعضنا، يعني لما كان قبل أن ندخل بالمشاكل العربية، قلنا يا أخي لماذا أنتوا حاصرين على القضية الفلسطينية؟ المفروض أن تكون على القضية العربية. أول ما دخلوا على موضوع القضية العربية بدأت المشاكل بين تونس والمغرب والجزائر حول الصحراء الغربية، بدأت حلايب بين مصر والسود، العراق والكويت وإلى آخره. فبعدين وصلنا إلى مرحلة كادت أن تخرب هذه كابو، لأنها دخلت الجانعة، فقلنا لهم دخيل الله بدل ما ترجعوا خلونا نرجع على فلسطين ونحل الموضوع مال هذا الأمور. الأحزاب السياسية تمثل هذا الرأي، الأحزاب السياسية لا تعتمد على الرأي العربي، الصوت العربي، وخصوصا أن العرب لا يمارسون هذه المهمة. يعني كثير كل عربي تتكلم معه ينتقد الدكتاتورية وعدم وجود الديمقراطية في بلده إلى آخره إلى آخره، حينما تقول هل ذهبت للتصويت، هل سجلت التصويت، يقول لك يا أخي صوت واحد إيش لا يسوي فرق. هذه العقلية أو الازدواجية، وإحنا نتهم الغرب بازدواجية المعايير. العربي لا يمارس حقه، العربي لا يعلن عن رأيه، العربي لا يشارك في العملية السياسية، العربي لا يدخل في التركيبة الحزبية من البداية، وبالتالي أصبح الصوت العربي أصلا يكاد يكون غير موجود، والمؤسسات هذه تعرفها، وبالتالي أصبحت ما يسمى الليب سيرفيس، وهي محاولة يعني تطيب خواطر. فيجيبوا شوية وحدة باكستانية ويجيبون واحد أسود ويسوي جمعية العربية المعرفة إيش لأي حزب، حتى لا أزعل أي واحد من أخواني في الأحزاب السياسية. طيب في القسم الثاني أستاذ صباح المختار، سأحاول أن أفهم منك أيضا كيف ينظر البريطاني المواطن أو السياسي، وحضرتك يعني على تماس مع السياسيين البريطانيين، كيف هي صورة العرب في رأسه بعد الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. العرب في الغرب، الدور المفقود، نقاش هذا المساء مع الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. أريد أن أسألك أيضا من خلال خبرتك وتجوالك وسفرك عن تجربة العرب في مناطق أخرى خصوصا الولايات المتحدة. نتحدث عن مجموعة من الجمعيات التي نشطت وهناك أسماء بدأت تبرز أكثر وأكثر، هل الخصوصية الأمريكية أو الفرنسية أو أي دولة أخرى تختلف عن الخصوصية البريطانية؟ بإمكانك تقديم وجبة عربية أفضل؟ نعم، أولا أمريكا لا يوجد شعب أمريكي أصيل، الجميع هم جايين أما من إيرلندا أو الهند أو من الصين أو من الدول تجمع مهاجر، وبالتالي ما في حد أحسن من حد، كنا زي بعض. في بريطانيا بالرغم من أنه تأخذ الجنسية البريطانية لكن يبقى عندك العنصر الإنجليزي، وبالتالي لذلك الإنجليزي ما يقول لك أنا بريتش، يقول لك أنا إنجليزي. فبالنسبة إلى فوجود العنصر الأصيل الوطني يجعل المجموعة العربية أقلية. في أمريكا الوضع يختلف، هذا جانب. الجانب الأول الثاني أن أمريكا إلى قبل إلى 11 سبتمبر تقريبا كان بلد في الدستور ماله في تعديلات الأمندمنت الأولى والثانية والثالثة اللي تحمي حقوق الناس والحريات وإلى آخره. بعد ذلك بدأت عملية التضييق، أصدروا مثلا قانون، في قانون ما يسمى قانون الوطنية، أي يشك في وطنية الإنسان. أصبح عندك قانون اللي له علاقة بالراشيال بروفايلينج، أي البروفايل العنصري، وبالتالي لونك أسود أو عندك لحية أو كذا. بعد ذلك بدأت موضوع الإرهاب ومختلف الأشياء. الآن العرب في أمريكا بدأوا يعانون، أما يعانون كعرب باعتبار أن العرب إرهابيين أو يعانون كعرب لأنه مسلمين والمسلمين إرهابيين. لذلك تجد الآن الوضع في أمريكا بدأ يختل، بحيث أنه إلى حد ما الوضع الأوروبي بالرغم من وجود ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وبالمناسبة الإسلاموفوبيا بالرغم من أنه هي التسمية على المسلمين لكنها بالحقيقة هي تسمية عنصرية، يعني لها علاقة بالأشكال، يعني عندك هندوس أو ناس اللي مسيحيين غير مسلمين، غير مسلمين يعاملون بهذه الطريقة، وبالتالي هناك افتراض أن كل العرب بهذه النظام السياسي أو النظام الإداري في الولايات المتحدة أو الفرنسي أو المختلف عن النظام الموجود في أوروبا يساعد أو لا يساعد برواج ونجاح جمعيات مدافعة عن حقوق العرب مثلا. في أمريكا القوانين هناك تشجع أكثر مما موجود في بريطانيا، وخصوصا مثلا يعني أنا أزعم أنه الجالية العربية في بريطانيا التي ستكون الأكثر تأثرا بالقرارات التي ستصدرها وزيرة الداخلية تريزا ماي في خلال هذه الدورة القادمة من البرلمان، أنا أزعم أن 90% من العرب أصلا ما يعرفون شو اللي راح يصير. الآن التشريعات اللي موجودة هي ليست لمكافحة الإرهاب، وإنما التشريعات هي لمكافحة التطرف. حينما تأتي على موضوع التطرف، التطرف ليس هناك مفهوم محدد له. قبل فترة أحد كبار ضباط الشرطة في لندن قال أنه من جملة مظاهر التطرف أن تمنع العوائل أطفالهم من الاحتفال بأعياد الميلاد، وأن من يعارضون أو يطلبون مقاطعة البضائع في ماركس أند سبنسر هذا جزء من التطرف. فالقيود في أمريكا أقل من هذا، في الغرب هناك قيود أكثر، لكن بالوقت الحاضر نتيجة القيود التي فرضتها أمريكا في داخل أمريكا تكاد تقترب من الوضع اللي موجود في أوروبا، وبالتالي إلى حد ما قد تكون الدول الأوروبية يمكن ستسبق أمريكا في هذا المجال في إعطاء الحقوق، لأنها بدأت تشعر أن هناك يعني نحن إنجليز وهؤلاء سود أو أفارقة أو عرب أو إسلام أو هندوس أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي هناك القوانين التي تحمي الأقليات. أما في أمريكا لأنه أنت أمريكي ليس هناك ما تحتاج حماية خاصة له، هذا في تقديري الصورة العامة. بعدين عندك بين الدول الأوروبية هناك طبعا فروقات تعتمد على مدى صعود الحركات اليمينية المتطرفة، الحركات العنصرية. في ألمانيا مثلا هناك الحركة العنصرية لكنها أقل وضوحا مما هي مثلا في فرنسا، في فرنسا أقل مما هي موجودة في بريطانيا. التشريعات البريطانية تحاول أن تضع قيود على مجموعات التطرف. يعني أنا شخصيا
عملت على 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 فهم هذه ظاهرة الجاليات وكل ذلك طبعا ومن خلال شهادات للجالية المسلمة سواء كانت باكستانية أو عربية أو تركية كلها. في هناك إجماع أيضا أنه صحيح هناك صعود لليمين المتطرف والإسلاموفوبيا، لكن أيضا في إجماع أن المشكلة هي داخل الجالية وأن المشكلة هي في ثقافة هذه الجالية، الثقافة المتطرف نوعا ما. وهناك طبعا يعني بالأسماء وماذا قيل وماذا يقال في المساجد كل ذلك، هل لاحظت ذلك وهل فعلا تعتبر أن هنا المشكلة؟ أنا لا أظن أنه هذه هي المشكلة، أعتقد أنه هذا ما يقال أنها المشكلة. يعني أولا أنت بالنسبة لك إذا أخذت الدين الإسلامي يتكلم على اليهود والنصارى أكثر، طيب تبدل القرآن؟ ما تقدر تبدل القرآن. إذا أنت فلسطيني وتريد تقول أن إسرائيل دولة عنصرية وده تقتل الناس، هذا ليس، لكن هذا غير مقبول. إذا تقول أنه يا أخي اليوم في العالم العربي عندك ناس شو تريد تسميهم، إرهابيين، آيس، هذه داعش. يا أخي في داعش هناك أوادم، هذول بشر. فإذا إذا جرح هذا ألا يحتاج معالجة طبية؟ يعني إذا تقول هذا الكلام تفسر على أنها تبرير أو دفاع عنها. نفس الشيء يقال فيما يتعلق بمفهوم التطرف، لكن المشكلة أعتقد أنها حقيقة هي ذات جانبين. الجانب الأول أنه إلى أن جاءت مسز تاتشر إلى الحكم في بريطانيا كانت بريطانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر فهماً للموضوع العربي، بحيث أنه كانوا يسموهم الأربست في وزارة الخارجية، كان هناك خبراء في الجانب العربي يتكلمون اللغة العربية، عايشوا هناك، يفهمون الفروقات، يعرفون الحساسيات، يعرفون نقاط الضعف، وبالتالي ممكن أنه يعاملون العرب بالطريقة اللي ترضي العرب بالرغم من أنه هو دا يأخذ حقه. حينما تغير الوضع السياسي في بريطانيا نتيجة مجيء مسز تاتشر وتغيير العملية السياسية هنا، ظهرت العناصر الجديدة الشابة التي ليس لديها خبرة وليست لديها المعرفة الكافية، أصبحت تنظر المسألة مثل ما إذا أنا الآن أخذ 5 كتب عن مثلا إندونيسيا أو عن 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 الفلبين وأقرأها وأصير خبير في هذا، يختلف عن الشخص اللي عاش في 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 تلك المنطقة وفهم. هذا على المستوى الرسمي. على المستوى العربي الوضع العربي معقد. يعني أنا أزعم أنه إذا لم يستطيع اليمنيين أنفسهم أن يفهموا المشكلة، إذا السوريين ما يقدروا يفهموا المشكلة السورية والعراقيين ما يقدرون العراقية والانقسام الفلسطيني، إذا أهل القضية أصلاً هم غير قادرين على فهمها، كيف نتوقع أنه الأجنبي يستطيع فهم، خصوصاً وهناك التعقيدات؟ فالقضية مالتنا أولاً هي صعبة، ثانياً إحنا غير قادرين على بسطها، ثالثا هناك على المستوى الرسمي المستوى البريطاني هناك استعمال للحجج، وأكثر من ذلك الدور الرئيسي الذي تلعبه وسائل الإعلام سواء كان وسائل الإعلام التلفزيون أو حتى وسائل الاتصال الحديثة. الآن حينما يعني تستعمل عبارات تعطي لهذه العبارات الآن مفاهيم معينة، يعني مثل حينما تتحدث عن الحركة النازية أنت ما تحتاج تشرح أي شيء، مجرد تقول النازية خلاص، وبالتالي حينما تريد أن تشتم شخص تقول عنه نازي. هناك نفس المفاهيم علينا، حزب الله وحزب عبد الله وإلى آخره وداعش والتسميات هذه والقاعدة، هذه كلها أدت إلى ظهور هذه المفاهيم التي تستعمل. وهذه ليست بالمناسبة ليست فقط بالنسبة لنا، يعني قبل عدة سنوات لما كان موضوع المشاكل في إيرلندا والجيش الإيرلندي، كان أي شخص إيرلندي من الحديث ماله حينما يدخل إلى الحي المالي إلى السيتي الشرطة توقف هذا لأنه يتكلم بلهجة إيرلندية. أي تفجير يقع، أي عمل إرهابي يقع، أول شيء يقال أنه هذا إيرلندي، يمكن طبعا بالنهاية يطلع غير شكل آخر. هذا فيما يتعلق بالجانب العربي، هذا مستمر، لا تزال قضيتنا غير واضحة، لا نستطيع تقديمها، هناك شعور معادي بصورة عامة. القصد البريطاني ليس معاداة هذا، ولكن تناسب الأمر أنه يعني اليوم عملية خصوصا الآن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة يعني سرطان يهدد المجتمعات كلها وخصوصا المجتمعات الغربية. أنت لأن الدولة لا تستطيع أن تمنع الإرهاب بالكامل يجب أن تجد ضحية، وبالتالي المسألة سهلة، أي واحد إذا كان عربي ولا مسلم خلاص قاعدة هذا أو داعش أو أي واحدة من هاي التسميات تريدها. هذا يسهل الأمر على وسائل الإعلام، وسائل الإعلام تقدم القضية أنه أسود وأبيض، وبالتالي أنت عندك
بشار الأسد سيء المعارضة جيدة، أو داعش في العراق سيء لكن داعش في سوريا احنا ما متأكدين منه اللي دي يسوي إلى آخره، بتعرف هذه التبريرات. فهذه العملية تجعل أن الموقف فيما يتعلق بالنسبة للموقف العربي في الغرب صعب على الغرب قبوله، وبالتالي أصبح هناك حالة من يعني من السهولة أنه تأخذ موقف معادي. يعني أي موضوع تطرح الآن، إذا تريد تتكلم على سوريا ولا فلسطين ولا اليمن ولا ليبيا ولا العراق، أي واحدة من هذه الدول يستطيع رأسا المتحدث معك أن يطلع لك الورقة أنه هذول أخوان مسلمين ولا هذول المتطرفين ولا هذول داعش، وبالتالي المسألة سهلة. أستاذ صباح، حضرتك يعني من أنا موجود جماعة من بريطانيا، لكن أيضا عندما تسمع كمية الأخبار المزدوجين الصحيحة الموجودة في بلادنا عن حالات قمع واضطهاد وقطع رؤوس وكل ذلك، وعن حالات عمليات إرهابية حصلت في كل العالم وكان أبطالها مسلمون سواء كان عرب أو غير عرب، وعن وجود القاعدة وداعش كل ذلك، ومع ذلك ما تلاحظ أن الحالة العنصرية حالة محدودة، أن الشارع الغربي شارع متسامح وأنه قد يخرج في مظاهرات للدفاع عنك إذا كانت الحرب ضد العراق، أو للدفاع عن فلسطين إذا كانت الحرب في فلسطين، وهذا يعني أن هذا المجتمع محصن، أم أنك بدأت تشعر أنه لا هذا ممكن أيضا أن لا هذا المجتمع محصن، هذا مجتمع أخلاقي، مجتمع متحضر، يعمل على موضوع المبادئ. نعم هناك عيوب، أنا أعيش في هذا البلد أعرف العيوب من المجتمع هذا، لكن هذا بلد متحضر في قواعد، في قواعد للسلوك، في قواعد. يعني وحينما خرجت المظاهرات مثلا ضد الحرب على العراق لم يخرجوا من أجل العراقيين ولا من أجل العراق، خرجوا كقضية مبدئية. حينما تجد في البرلمان يدافعون عن القضية الفلسطينية ليس حبا بالفلسطينيين وإنما قضية مبدئية، حينما تجد أن المجتمع هذا لا يزال ليتعامل معه بالرغم من كل واحد مسلم إرهابي، كل إرهابي اللي هو مسلم تبدأ ردود فعل شوية، كم جامع يحرق، كم واحد يضرب إلى آخره، لكن كمجتمع لا يقبل هذا، المجتمع نفسه لا يقبل. وأكثر من ذلك أن هناك الضمانات القانونية، هذا المجتمع هو مجتمع يعتمد على سيادة القانون، لا تستطيع أن تتصرف بالطريقة التي نتصرف بها. بينما مثلا حينما تنظر إلى شاشات التلفزيون في دولنا العربية تجد العنف الذي يأتي من السلطة ضد أبنائنا الشعب، وأبناء الشعب ضد السلطة، وأبناء الشعب ضد أبناء الشعب. يعني ذكرت أن هذول اللي يقطعوا رؤوس ويحرقوا أوادم إلى آخره، يعني هذا المظهر أنا أزعم حقيقة، لأنه أنا يمكن بعد عهدي بالمنطقة العربية والعرب، يا أخي هذا لا علاقة له، أنا يعني حتى غير قادر على فهم، يعني هذول شو الأشخاص هذول جاي من المريخ ولا من وين دول؟ يعني أنا في يعني الجزء الأول من حياتي اللي عشت في العالم العربي أعرف في عندنا ناس سيئين وعندنا حرامية وعندنا دكتاتورية وعندنا كل أشياء، لكن لم أرى ولم أتصور أن يصل درجة أنه هناك شخص بدم بارد يعمل هذه الأشياء. في الغرب هذا لا يحصل، يعني إذا تأخذ مثلا الأشخاص الذين اتهموا بالإرهاب مثلا أبو حمزة، مثلا أبو قتادة إلى آخره، حصلوا على الحماية القانونية إلى آخر يوم، واللي دفع الثمن يعني الكلف القانونية كان دافع الضرائب البريطاني، هم اللي حموهم، ليس حماية للشخص وإنما حماية للمبدأ وحماية لسيادة القانون ونظام السياسة طبعا. أكيد، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد أخطاء. نعم هناك طبعا أخطاء. في القسم الأخير نحاول أن ندخل موضوع الدين في علاقة الجاليات. طبعا هذا الدين في السنوات الأخيرة، في 20 سنة 30 سنة الأخيرة بدأ يكون جزء أساسي من العمل السياسي في البلد، قبل ذلك كان العمل السياسي ممكن يكون متعلق أكثر في النظام السياسي الموجود. أريد أن أسألك أيضا حول هذه المسألة بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد ضيف هذا المساء الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب هنا في بريطانيا. نحاول أن نفهم هذا الدور الذي تلعبه الجالية أو الجاليات العربية في البلد أو في الغرب بشكل عام. أستاذ صباح المختار، في موضوع الدور العربي أريد أن أفهم قبل ذلك السياسي البريطاني، النائب الوزير كل ذلك، ونحن جزء من هذه الجالية ونكون حاضرين في فعاليات موجود فيها بريطانيين كل ذلك، لكن أنا شخصيا أريد أن أسألك كيف هي صورة الإنسان أو الشخص البروفايل العربي في ذهن السياسي البريطاني؟ هل هي صورة هذا الأمير، صورة هذا الغني الذي يأتي بسياراته الفارهة ويتجول في المولات أو في شوارع لندن، أم هو اللاجئ، هو الفقير، أم هو الإرهابي؟ أي صورة نمطية عندما يتحدث عن العربي؟ يعني في تقديري أنه السياسي البريطاني ليس لديه صورة نمطية عن العرب، لأن العرب هم عنصر غير موجود، يعني عنصر ليس على الخارطة. هناك أعداد كبيرة من عندنا ولكننا غير موجودين، والأوصاف اللي ذكرتها، الأغنياء والفقراء وإلى آخره، والأكاديميين والأساتذة والأطباء وأيضا الإرهابيين والناس. فبالنسبة لا توجد صورة نمطية للعربي لدى السياسي البريطاني، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن السياسي البريطاني العامل الخارجي هو يحتل الجزء الأقل من تفكيره. اهتمام السياسي البريطاني بصورة عامة هو الشأن البريطاني الذي يهم الناس بصورة عامة، الصحة والأمن والسياسة التعليمية والضريبة وأوروبا وكل هذه الأمور، تشمل العرب وتشمل غير العرب. فالاهتمام ماله، جل اهتمامه هو على الشأن العام. حينما يكون أما نائبا من خلفية معينة، كان يكون باكستاني ولا شيء أو عربي أو شيء من هذا القبيل، يكون لديه في خلفية ذهن، أو حينما يكون نائب في منطقة فيها أغلبية من هذه المجموعة يكون لديه بعض الاهتمام في بعض الاهتمام الذي لديهم في الغالب يكون اهتماما محدودا جدا في القضية المعينة. لذلك مثلا في البرلمان البريطاني لا نجد نوابا يمكن اعتبارهم أصدقاء للعرب. هناك نواب أصدقاء للسعودية، وبالتالي يأخذ بالخط السعودي، إذا السعودية زعلت مع مصر هو يزعل، وإذا قبلتها يدخل معها. هناك البريطانيين الذين يهتم بالقضية الفلسطينية لكن في نفس الوقت يؤيد إيران، تلقي لك مثلا واحد آخر اللي يهتم مثلا بالشأن الليبي لكن بالنسبة إلى بقية الأمور هو ما عنده فكرة عن لا الجزائر ولا فلا يوجد سياسي يعني يهتم بالشأن العربي، أولا لأنه هي أقلية الأهمية، وثانيا إذا اهتم بهذا فيهتم بجزئية معينة. بعدين عندنا الخلافات العربية تؤدي إلى عدم إمكانية السياسي التعامل. يعني أذكر رحت مع نواب بريطانيين، رحنا إلى المغرب ومن المغرب رحنا الجزائر، يسألك على الصحراء الغربية، وإذا أنت بالمغرب أنت ملزم أن تتكلم يعني إلى حد ما بالطريقة اللي، وإذا رحت للجزائر لازم تتكلم طريقة أخرى. نفس الشيء لما كان عندك العراق والكويت، الحرب والحصار وإلى آخره، لما عندك مثلا الصراع اللي موجود مثلا بين مصر والإخوان المسلمين، يعني السياسي بالنسبة له لا يهتم حقيقة، السياسي البريطاني لا يهتم بقضايانا من حيث المبدأ باستثناء القضايا العامة مثل مثلا القضية الفلسطينية. طيب أريد أنا أن أسأل حول ما قيل عن تحريم وتحليل. طبعا هناك من يريد من العرب أن يشارك، لكن في ثقافة عربية وأسلامية تقول أساسا أنه حرام تشارك في الأحزاب، زائد أنها أحزاب بريطانية وبالتالي كافرة، وفي سلوك عائلي يمنع الناس من أنه يشاركوا لا في الأحزاب ولا في الانتخابات. هذا شيء صحيح دقيق؟ أنا من تجربتي الشخصية أعتقد هذا يعني يمكن أقل من 1% من المجموعة العربية تفكر بهذه الطريقة. أغلبهم يا أما ما مهتمين، يا أما ما عندهم سيطرة على أحد، يا أما أصلا الموضوع ما يجيب باله. لذلك أعتقد هذا فيها مبالغة أكيد بدون أدنى شك. هناك ناس يعني عندك، لما عندك رجال دين يطلع يقول لك أن الديمقراطية تتعارض مع الإسلام، فإذا أنا أتبع هذا الرجل أصدق بهذا الكلام، لكن هذا ما أعتقد حقيقي. المشكلة الرئيسية في الجالية العربية أعتقد تأتي من الشيء الآتي.
أن العربي لديه الثلاثية اللي هي الهوية القومية، هو عربي وبالتالي لديه مشاعر تجاه العرب الآخرين. يعني أنا أذكر لما صار مثل ما الربيع العربي مثلا في تونس، العرب كلهم اللي هم من خليج ولا من مصر وكذا التفوا وطلعوا بحث الإنجليزي، يقول يا أخي أنتم على إيش مهتمين؟ هذه ما لكم علاقة، هذه بتونس، هذه هذا الجانب العربي. عندك الجانب الإسلامي هو جزء من هويته، يعني حتى المسيحي العربي جزء كبير من هويته هي الإسلام، يعني مختلف الأشياء لا يزال عنده موضوع العرض والشرف وإلى آخره من اللغة وحتى السلام وكثير من هذه الأمور. بعدين عندك موضوع الهوية الوطنية، هذه الثلاث هويات التي لدى العربي بدرجات متفاوتة. تجد شخص بالنسبة إلى أهم شيء هو أن يصلي ويصوم ويروح للجنة وكذا، وبالتالي موضوع العرب والوطن ما كثير مهم. في عندك شخص آخر النقيض ماله، الذي يعتبر أن الوطن ماله الأردن أولا، أنا ما لي علاقة بالعرب وما لي علاقة بالإسلام، هذا موضوع أنتوا أخذوه مشوا به. في عندك ناس اللي هذه الثلاثية فيها صعوبة على العرب. هذه أنا أعتقد أنه لا توجد هذه لدى بقية الأقوام. يعني بالنسبة للهنود يعتبر نفسه هو هندي، أكثر من هذا ما يدخل موضوع إسلام وهندوس وبوذيين، ما يدخل بهذا الموضوع. ما عنده يعني يأخذ وحدة منهم فقط، أو مثلا تأخذ اليهود بالنسبة إليه يأخذ موضوع الديانة، وبقية الأشياء ما تفرق إذا أنت يمني ولا أمريكي ولا من براغ. هذه الثلاثية تجعل العرب في موقف صعب في التعامل. هذا جانب، لكن هذا حقيقة يجب أن لا يكون مانعا من العمل السياسي. هذا كما بدأنا الحلقة أن العرب هذا الموضوع لا يريدون المشاركة فيه، ومن أراد المشاركة يريد المشاركة لكي يندمج بالمجتمع دون أن يبقي على هويته. يعني طبعا احنا ما نقصد انه العربي اللي يدخل في البرلمان يجب ان لا يهتم باوروبا والضريبه والوضع الصحي والتعليم والى اخره، لكن هناك القضايا الاخرى، وهنا لا اتحدث عن قضايا السياسه الخارجيه ولكن مثلا تعليم اللغه العربيه. يعني شوف عدم اهتمام العرب وصل الى مرحله المؤسسات البريطانيه مثلا الصحه والسجون والهجره والمحاكم والى اخره ملزمه بان تكون تعليماتها موجودة بلغات المجموعات. الأوراق التي تصدرها وزارة الصحة ووزارة الهجرة والمحاكم باللغة العربية العرب لا يستعملوها، العربي يتحدث معهم باللغة الإنجليزية. بعد فترة الإدارات المحلية قال لك يا أخي احنا نصرف فلوس نطلع كل المنشورات باللغة العربية، لا حد يأخذها ولا حد يقرأها ولا حد يستعملها، عليش؟ فش صار اللغة العربية بمرور الأيام راحت. كانت هناك أنا أذكر حوالي قبل 10 سنوات كانت عندك بالجي سي إس إي وبالجي سي إي تقدر تستطيع تأخذ اللغة العربية، الآن أصبح العدد قليل بدرجة أنه ما أعرف إذا موجودة ولا لا، أعتقد أنه أشك أنها لا تزال موجودة. فتصور إذا كان الاهتمام بهذا الدرجة حتى للغة التي يستعملونها. بعدين إذا تشوف حتى التلفزيون العربية، افتح التلفزيونات اللبنانية والخليجية تجد نص الكلام مالهم بالإنجليزي. يعني يتحدثوا كما لو كان في بلادهم، صار بلادهم يحكي بالإنجليزي. فكيف الشخص اللي موجود في هذا المجتمع؟ تخلينا عن كثير من هذا لأننا نريد أن نندمج. يعني وهذا خطأ برأيك؟ أنا في تقديري الحفاظ على الهوية مع الاندماج مهم جدا، لكن التخلي عن الهوية أنت لن تعتبر، يعني الإنجليزي لن يعتبرك لن بريطاني، يعتبرك حتى إنجليزي لو تبقى 500 سنة لو تصير إنجليزي. أريد أن أفهم أيضا، طبعا يعني هيك من خلال كلامك هناك مقارنة ما بين الأمس والغد، وكأنه كان الأمس كان أفضل بالنسبة للجالي، رغم أنه يفترض أنه كانوا أعداد أقل، إلا إذا كانت هذه الجالي كانت تخبوية أكثر وبالتالي إمكانياتها تسمح أكثر. وأيضا لما في تجربتي البريطانية في كلام كتير عن تجارب مؤسساتية مثل النادي العربي أو كل ذلك كان أفضل من ذلك، وحتى عمل السفارات. وهذا عائد إلى ماذا أولا؟ ثانيا من خلال تفصيلك أننا نحن عرب وبالتالي نحن جاليات عربية وننتمي إلى هويات مختلفة لها علاقة بالبلدان، هذا وكأنك تقول نحن بنيويا لا يمكن أن نكون قوة. لا أكيد ممكن أن الإنسان، يعني اليوم إذا تشوف الجيل الجديد مالنا، يعني أنا متأكد أن كل أبنائنا وبناتنا
الذين ولدوا هنا يختلفون عن آبائهم وأمهاتهم بدرجة كبيرة جدا، في المفاهيم، في التقاليد، في السلوك، في قبول الأشياء، في رفض الأشياء. هناك التغير الطبيعي، يعني حينما أتى العرب وجاءوا بأبنائهم يجب أن يقبلوا فكرة أن أبنائهم سينشؤون في مجتمع يختلف بالكامل عما نشأوا عليه. أولا طبعا الإنسان كل جيل يختلف عن الجيل اللي قبله، لكن حينما تجري هذا التغيير الكبير الهائل، أنك كنت في تعيش في دمشق المحافظة ورمضان والعيد وتروح تبس إيد جدك وإلى آخره من هذا، ثم تأتي إلى الغرب هنا يصبح الموضوع موضوع ثاني. لدينا مشاكل الآن متعددة جدا، نسبة العرب في السجون نسبة عالية جدا، ليس نتيجة للإرهاب وإنما نتيجة للإخلال بالقانون. في السلوك الاجتماعي، الجالية العربية الآن فيها عدد أكبر من الذين يخالفون القانون، سواء كان قوانين الضريبة ولا قوانين العمل. كثيرين منهم يشتغل بما يسمى بالسوق السوداء، غير مسجلين. هناك أعداد هائلة من اللاجئين غير الشرعيين في هذا البلد. طبعا هناك أكثر من عندنا، أنا ما أقول أن أغلب اللاجئين هم عرب، لكن أنا أتحدث فقط عن الجالية العربية. هناك أعداد لا تتناسب مع أعداد، يعني كنسبة لا تتناسب مع عدد الجالية العربية. الجالية العربية في بريطانيا لا توجد إحصائيات دقيقة، لأنه بالرغم من أن بالإحصاء الأخير تم وضع الهوية العربية، أولا قسم من الناس ما أعطوا هذه المعلومات، ثانيا هناك أيضا تغيير. يعني أنت بالنسبة لك كثير من الناس الذين تجنسوا يعتبر نفسه هو ما عاد عربي، حب هو بريطانيا. بعدين عندك المؤسسات البريطانية تأخذ العرب يعني تعتبر، مثلا عندك الصحة تعتبر شمال أفريقيا تأخذهم كمجموعات. شمال أفريقيا ليسوا عرب، هذولا شمال أفريقيا. وبعدين عندك المتوسطين، والمتوسطين تشمل الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين، وبالتالي هناك طريقة جمع الإحصاءات. لكن هذه طبعا طريقة إدارية في الاعتراف بوجود العربي، هذا لا يعني أن العربي ليس بإمكانه تنظيم نفسه. وبالتالي وهناك يعني سؤال كبير، حتى قانوني، كيف يمكن صناعة لوبي، وهل بالإمكان صناعة لوبي؟ يعني أولا هذا البلد القوانين فيه أسهل قوانين في العالم كله في تأسيس الروابط والتجمعات والجمعيات. ما نعاني منه هو الفردية، يعني مع الأسف الفرد العربي يمكن شوي أكثر من الآخر فرديا. يعني فكرة العمل الجماعي أن نجد فيه صعوبة، لا نستطيع أن نعمل جماعيا. بعدين أعتقد كل واحد من عندنا يفهم كل شيء، وبالتالي أنت ما تستشير أحد. إذا أنت مدير شركة تصير أنت المحاسب والمهندس والاختصاصي والتسويق وكل شيء. هذا جزء من لكن الجيل الجديد بدأ يتغير. يعني الآن عندك الجيل الجديد من العرب بدأوا يصبحون أوروبيين أكثر منهم عرب، يصبحوا إنجليز أو بريطانيين. بالرغم من يعني إذا كان اسمه محمد والله لو يبقى اسمه محمد وخلاص، لكن هناك إمكانية للعمل. أعتقد أن المشكلة الرئيسية هي تكمن في تربيتنا لأبنائنا. يعني الآن العوائل اللي عندهم أبناء اللي وصلوا بنات وولد اللي وصلوا إلى مرحلة العمل اللي قد العمل العام، تجد أن العائلة تجبر أبنائها على سياسة الأب أو العائلة. فإذا أنت ضد الأخوان المسلمين لازم ولدك يصيروا ضدهم، إذا أنت معهم لازم يصيروا وياهم، إذا أنت بالنسبة لك تعتقد أنه بشار الأسد سيء لازم تربي ولدك أنه بشار الأسد سيء، وإذا أنت تعتقد المعارضة هي كلها عبارة عن استعمار وأمريكا كذا تربي ولدك بهالشكل. لذلك ما نعطي حرية لأولادنا، لكن الأمل هو أن أولادنا سيخرجون من هذه القيود التي نضعها عليهم. لذلك أنا أعتقد أنه من حيث المستقبل، وفي تقديري أنه الجالية العربية تقدمت أكثر من بوقت أقصر من الجاليات الأخرى. يعني إذا تأخذ الجالية السوداء والجالية الآسيوية والجالية اليهودية والأرمنية وغيرها، الفترة التي قضتها منذ جاءت إلى بريطانيا إلى أن بدأت تكون معروفة ومهمة أخذت وقت جدا جدا أطول مما أخذته الجالية العربية. الآن الجالية العربية بكل العيوب التي فيها، أنا أعتقد أنها تقدمت أكثر من الجاليات الأخرى، وأعتقد أن هناك بالتأكيد أمل في هذا المجال.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. كان هذا طبعا نقاش يفتح نقاشات أخرى حول الدور العربي سواء في بريطانيا أو في مناطق أخرى، ولا نريدها أن يكون دور مفقود. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا أستاذ.